ماذا وراء قرار التحالف الدولي إنشاء قوة على الحدود السورية مع تركيا والعراق بقيادة ميليشيا سوريا الديمقراطية التي تدعمها واشنطن؟ ما تداعيات هذا التطور على مستقبل سوريا ووحدتها الجغرافية؟ كيف تفسر تصريحات المسؤولين الأتراك شديدة اللهجة ضد واشنطن؟ وهل اقتربت أنقرة من وضع ثقلها كاملاً في الملف السوري؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان هل تشعل سوريا فتيل حرب أمريكية تركية؟